اي حد في سن ال 24 بيهتم بحلمه الشخصي بشغله بنجاحه، لكن انت حقيقي اهتميت باحلام الناس التانية وان انت تساعدهم. قولي الفكره جات لك ازاي؟ الفكره انا مريت بتجربه وانا صغير خلتني دايما جوايا حته ان انا حابب يوم من الايام ان انا اساعد الناس. والتجربه دي بدات لما انا كان عندي 9 سنين، يعني بالظبط كان الموضوع ده كان في 2006. كنت يعني ابتديت اتعب شويه، بس كان في الاول كنا فاكرينه حاجه تعب عادي، كحه، حاجات يعني من الحاجات اللي كلنا بنعدي فيها زي دور برد او حاجه. بس الموضوع طول شويه معايا وابتدى يسوء مع الوقت، فاهلي قرروا ان واضح الموضوع في حاجه لازم نروح نشوف دكتور عشان نفهم الدنيا يعني ايه اللي حصل فيها عشان تطمنوا. بالظبط. فبعد كده رحنا شفنا الدكتور وقال احسن حاجه نعملها نعمل شويه تحاليل واشعاعات وكده عشان يعني بس نطمن. فاول حاجه عملناها كانت هي التحليل، وده كان المفروض ان هو اللي هيبين كل حاجه. واخويا برده كان موجود، هو كان دكتور، فهو كان اول حد مهتم بالقصه دي، وهو اللي هيتابع التحاليل وهو اللي هيشوف الدنيا كلها بيحصل فيها ايه. ف يعني هو راح استلم التحليل وابتدى يراجع فيه، فلاحظ ان كرات الدم البيضاء كانت اعلى من الطبيعي بكتير. يعني هو الطبيعي مثلا ما بين 4000 و8000، الرقم اللي هو شافه كان حوالي 27000. فده كان حاجه يعني هي علامه حمراء ان في حاجه مش طبيعيه. فطبعا اول تفسير لحاجه زي دي ان يبقى فيه كرات دم عاليه جدا كان ان هو يبقى سرطان. بس طبعا انهي نوع وفي انهي مرحله وايه نتعامل معاه ازاي وكل ده طبعا كان محتاج بقى تحاليل اكتر ومحتاج حاجات اكتر. فكان اول حاجه ان احنا لازم نعمل بقى اللي هو اسمه بايوبسي، اللي هو عشان يعرفوا بالظبط الموضوع في انهي مرحله وايه نوع الكانسر بالظبط اللي موجود. فعملنا الموضوع ده وبعدين عملنا كل التحاليل، وبعدين اكتشفنا ان هو كان ليكيميا اللي هو سرطان الدم. فطبعا كانت صدمه كبيره جدا لاهلي، ما كانوش متوقعين ان ابنهم عنده 9 سنين ممكن يعدي في حاجه زي دي. فكانت طبعا حاجه صعبه. قالوا لك وقتها؟ لا، ما دي الحاجه الثانيه ان انا كل الكلام اللي انا بحكيه لك ده اتحكى لي بعد سنين. يعني انا ساعتها ما كانش عندي اي فكره باي حاجه بتحصل. كل اللي انا كنت عارفه ان احنا عملنا شويه تحاليل وبس كده، بس ما اعرفش يعني الموضوع وصل لغايه فين. فالمرحله اللي بعديها بقى بعد ما خلاص يعني الموضوع هدي شويه والاهلي ابتدوا يتقبلوا الموضوع، ابتدينا بقى نفكر هنتعامل مع الموضوع ده ازاي، هنتعالج ازاي، ايه البروتوكول اللي هنتبعه، هنعمل ايه. فطبعا اول قرار كان بابايا خده، قال ان انا عايز يسفرني برا عشان يتاكد ان انا يعني اخد كل الحاجات اللازمه وكل ده، مع الرغم ان الدكاتره هنا في مصر قالوا له يعني احنا هنعمل له كل حاجه مطلوبه، كل حاجه كويسه هنقدمها له. بس هو برده كان مصمم ان انا اسافر برا، وغالبا ده برده كان في عامل نفسي ان انا يعني ابقى في حياه بقى مختلفه من الاول، ما احسش ان انا في حاجه ناقصه من حياتي او ان انا بقى ناس صحابي بيعملوا حاجه انا مش عارف اعملها. فهو خد القرار ده وابتدينا بقى نرتب على الاساس ده. كان اخويا برده هو المتولي القصه دي كلها. وانت كنت مسافر ما تعرفش انت مسافر ليه؟ انا ما اعرفش. انا كل اللي انا عرفته قبليها مثلا حوالي 3 4 ايام ان احنا مسافرين رايحين فرنسا، بس ما اعرفش اي حاجه. وحتى ساعتها كنت مبسوط جدا، طبعا عندي 9 سنين بقى مسافر بره. بالظبط. فكنت مبسوط، ما كانش عندي فكره انا رايحين نعمل ايه، بس كنت عارف ان احنا نروح برده نعمل شويه كده تشيك ابس ونعمل شويه تحاليل هناك عشان برده نطمن. ف يعني كل اللي في تخيلي كان ان هي حاجات بسيطه كلها. فروحنا وصلنا على طول اول يوم، وصلنا تاني يوم الصبح على طول رحنا على المستشفى، كانوا مجهزين كل حاجه ودخلت وعملوا لي كل الحاجات الروتينيه وكل الكلام ده. وفاكر برده قابلت انا الدكاتره في اول يوم وقعدت في المستشفى كل حاجه، بس ما كنتش برده فاهم ايه اللي بيحصل. يعني ما كنتش حاسس ان في حاجه عادي، كنت حاسس برده ان الموضوع ابتدى يبقى مش طبيعي، بس مش للدرجه ان هو يبقى كانسر او ان هو يبقى حاجه كده. فبس يعني اتعاملت مع الموضوع عادي. وبعدين اهلي راحوا قعدوا مع الدكتور اللي هو مسؤول عن الحاله بتاعتي عشان يشرح لهم بقى الموقف عامل ازاي، هنتعامل معاه ازاي، ايه اللي هيمشي وكل ده. كان بس هو عنده شرط واحد كان مهم جدا بالنسبه له، قال لهم انتوا لو ما عملتوليش الشرط ده انا يعني مش هعالجه، تقدروا ترجعوا تاني مصر وتعملوا كل حاجه هناك. الشرط ده كان ان انا لازم اعرف. بس اشمعنى؟ عشان هو الدكتور شايف ان انا لما انا ابقى عارف هيبقى عندي اراده جوايا ان انا احارب الموضوع ده اكتر واتغلب عليه. وهو الصراحه الموضوع ده كان صح 100%. وهو قال لهم انا لازم تقولوا له، واحنا مش هنبدا اي حاجه لغايه ما هو يعرف هو عنده ايه بالظبط وان هو هيتعامل معاه وان هو هيعدي منه. لما قالوا لك بقى، هل انت كنت مستوعب يعني ايه كانسر؟ لا خالص. انا دي واحده من اللحظات اللي انا فاكرها كويس جدا. وطبعا كان يعني مين في اهلي اللي المفروض يقول لي؟ فطبعا ده كان اختيار صعب، بس مامتي هي اللي قامت بالدور ده، وهي كان ليها دور كبير طبعا جدا في الموضوع ده كله. انا فاكر كويس جدا كنت في المستشفى ساعتها وهي دخلت عليا قالت لي عايزه اتكلم معاك. قلت لها اكيد مفيش مشكله. برضو يعني خليكم فاهمين ان انا كان عندي 9 سنين في اللحظه دي، فيعني مامتي ايه حاجه كبيره ممكن مامتي تتكلم معايا فيها يعني. صح.
فقالت لي انا عايز اقول لك انت عندك ايه بالظبط، انت عندك كانسر وما تقلقش وهنعدي من الموضوع. طبعا انا بعد كلمه كانسر ما سمعتش اي حاجه، وطبعا انا كطفل صغير في الوقت ده كل اللي انا اعرفه عن السرطان او الكانسر هو ان هو دي حاجه في ناس بتموت منها، فطبعا ده كل اللي كان داير في دماغي في ساعتها، ما كنتش مستوعب ان ده ممكن يكون فعلا حقيقي. بس يعني الحمد لله هي على قد ما هي مامتك ست قويه ووقفت جنبي وفهمتني ان الموضوع مش حاجه صعبه زي ما انت متخيل وهنعدي منه، ولو انت عندك الاراده دايما هتعدي منها. وهي كانت طول عمرها دايما بتقول لي لو انت عندك اراده تعمل اي حاجه هتعملها. بس فخلاص قعدنا هناك وانا ومامتي بقى فضلنا قاعدين وكل ده، بدأنا بقى نبتدي في مراحل العلاج. طبعا العلاج ده متقسم مراحل كتير، فبدانا المرحله دي كانت صعبه فعلا عليك؟ هي كانت صعبه، بس انا برضو عشان ابقى صريح معاكي انا بالنسبه لي الرحله دي كلها كانت حاجه يعني ما عدتش، يعني ما كانش صعوبات كتير، كان في ايام صعبه بس برضو زيها كان في ايام كتير كويسه، وكانت الناس اللي حواليا كلها دايما بتدعمني، وذر ده كان مثلا مامتي او الناس اللي حواليا، حتى الممرضات والدكاتره في المستشفى ما حدش بيحسسك بالصعوبات، دايما الناس كلها بتحاول تركز على الجزء الايجابي في الموضوع. فيعني انا ذكرياتي كلها عن الموضوع ده معظمها ذكريات ايجابيه، ودي نعمه يعني الحمد لله. فاه كان في حاجات صعبه زي الكيموثيرابي، الايام اللي كنت بتاخدها فيه بتبقى تعبان مش قادر تتحرك جسمك مكسر كل ده، بس برضه في الجانب التاني في بقى في ناس كتير بتيجي تتكلم معاك وفي ضحك وفي هزار، ففي زي ما في حاجات صعبه في حاجات برضه كتير قوي كويسه.